الحقيقة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة واختيارنا لإقامة معرض للحرفيات في حد ذاتها دعم للحرفيات باش تكون هذه فرصة للتعريف بالمنتوج متاعهم وكذلك فرصة للبيع والتسويق. احنا كمندوبية جهوية للمرأة والأسرة لتبعين كتابة الدولة للمرأة والأسرة في كل مناسبة إلا ونشرك الحرفيات هذه بتظاهرات على مستوى جهوي وعلى مستوى إقليمي وكذلك على المستوى الوطني. وإن شاء الله احنا المعرض هذا اللي يتقام بشراكة كبيرة مع جمعية صيانة المدينة بقفصة وجمعية الواحات جمعية صيانة الواحة بالقصر وكذلك على مستوى بلدية قفصة. إن شاء الله تكون لنا فرص معناتها باش نعرفوا بالمنتوج متاع الحرفيات وندعمهم خاصة في تكوين شراكات مع بعضهم في إطار معناتها جمعيات هم بيدهم يعودوا معناتها ينتميوا الجمعيات باش يعرفوا كذلك بالنشاط متاعهم ويسوقوه. أنا داخلة في جمعية متاع حضن يتيم. حضن يتيم هذه يعني متكفلة بأيتام قاعدين نعملوا في حوايج متاع حرفيات محاولة منا باش نخرجوا نسوقوا أول حاجة الصناعات التقليدية متاعنا وثانيا معناها نساهموا شوية باش نعاونوا الأيتام هذوما زي معناها مثلا هيك المنسج فهمتني زي مثلا تبلوات زي هذه رائعة معناها شوف معناها هذه الصناعات التقليدية هذه نجم ندخلوها في أي حاجة مدار فهمتني معناها حتى صالة تبدأ صالة سوري ولا حاجة نجم نعملوا مثلا خرجوا لها تابلو عربي معناها فيها تابلو كبيرة. اليوم العالمي للمرأة جت باش نحضر فعاليات المعرض هذايا كمشاركة من الجمعية. علاش لا ما نعملوش حتى جمعيات معناها تهتم بالعمل الحرفي على خاطر هي مازالت حتى فكرة الوعي تاع العمل الحرفي بتاعنا في قفصة مش بورتو عندنا معناها تبارك الله حرفيات معناها موهوبات بالحق وماذا بينا نكثروا زادة من المعارض هذه على خاطر ديما بالنسبة لجهة قفصة نشوفوها مهمشة من الناحية هذه حتى الحرفيات اللي عندنا يشاركوا في المعارض البرة اللي هي متواجدة خارج قفصة في الولايات الأخرى لكن في قفصة نتصور أنها معناها قليل من نادي التظاهرات هذه ولا المعارض هذه. قفصة موتوسايكل جمعية قفصة للدراجات النارية. الجمعية هذه تعنى برياضة الدراجات النارية. توجهت لنا دعوة من طرف جمعية صيانة مدينة القصر في خصوص الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. لبينا الدعوة وجينا شاركنا في فعاليات التظاهرة هذه عبر منها حمل لفتات وقيام جولة في وسط المدينة كتعريف وكاحتفاء بالمرأة في عيدها السنوي.